اسمح لي اقول لك يا استاذ شراره اني معجب بهمتك ونشاطك. العفو يا فندم، انا ما بعملش غير الواجب. ده تواضع منك، انت في اسبوع واحد امكنك انك تامن على 100 شخص. ده مش مجهودي لوحدي يا فندم، ده انا وزملائي عملنا الحمله اللي سيادتك امرت بيها مش اكتر. ايوه، انما انا بلغني انك انت كنت بتتولى اقناع العملاء بنفسك، ودي اهم نقطه في شغلنا. بصراحه يا فندم انا اسلوبي يختلف شويه عن زملائي، هما بيقعدوا يلفوا ويدوروا حوالين الموضوع عشان يقولوا بلا بقى. امال انت بتعمل ايه؟ انا بقول للزبون الحقيقه المره في وشه بصراحه كده، انت ضامن عمرك حتى لو صحتك كويسه؟ ضامن تفلت من حادثه عربيه ولا حريق ولا زلزال يطربق البيت فوق نافوخك؟ يا ده انت جريء قوي، لكن ده ما بيزعجش الزبون او يخليه يتشائم. رأيك يا فندم ان الوش يكون مبتسم القلوب تتفتح له على طول. احنا نهني انفسنا بيك يا استاذ شراره، بالمناسبه دي انا امرت لك بمكافاه تشجيعيه. انا يا فندم مكافئتي هي تقدم الشركه وازدهارها، وبالمناسبه انا عندي شويه مقترحات لتطوير اسلوب العمل في الشركه، اكون شاكر لو سيادتك اطلعت عليها. انا اللي اشكرك يا استاذ شراره، واوعدك باني هدرس مقترحاتك بكل عنايه.